سيد إلياس عن كون ولو نسبة بسيطة من المهاجرين يقومون بأعمال متطرفة أو ما يسمى إرهاب دولي يسيء إلى سمعة كل المهاجرين ويصعب المهمة حتى على الدول التي تريد دمج هؤلاء المهاجرين في بلادها. عودة إلى السؤال عن التعليم وسؤالنا لمسز صوفيا زخاري. مس صوفيا, from your experience as a Greek deputy minister, على خبرتك كنائب وزير التعليم باليونان وبناء على دراستك, كيف يمكننا أن نمكن الشباب من خلال التعليم, تعليم يعود بالنفع على الشباب وعلى المجتمعات بأسرها؟ سؤال آخر, كيف يمكن للتنمية أن تدمج المهاجرين داخل المجتمعات؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال, واسمحوا لي أولا أن أنقل إليكم تحيات رئيس الوزراء. ومنذ عدة أشهر التقيت به في القاهرة وقال أن مصر بلده الثاني, وأكد أن مصر البلد الثاني للجميع بسبب حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة, ونحن نتقدم بجزيل الشكر على ذلك. وأود أيضا أن أشكر المنظمين ومدير منتدى شباب العالم, أصحاب الفخامة. إن الحكومة التي أتت في يوليو 2019 كانت حكومة جديدة لديها تحديات منذ الكثير من السنوات. التعليم وكما نعلم ركيزة أساسية عليها أن تتصدى للكثير من المشكلات, بعض المشكلات مشكلات مشتركة, ولكن أود أن نرى شباب اليوم قادة الغد. وإن أردنا أن نحقق ذلك إذن فعلينا أن ندرك أن كل الإصلاحات عليها أن تحدث وأن تحدث الآن. ما الذي أعنيه بالإصلاحات أو الإصلاحات الكبرى في هذا الصدد؟ علينا أن نبدأ منذ البداية, منذ التحاق الطفل بالمدرسة في سن الرابعة. علينا أن نعلم الطفل المهارات الرقمية والمهارات الاجتماعية من أجل أن نضمن لهم النجاح في الحياة. بالطبع هناك فجوة في المهارات بين قطاع التعليم وبين سوق العمل, وعلينا ألا نغفل في هذا السياق الجانب الإنساني. يجب أن نعلم الأطفال القيم الأساسية وقيم حقوق الإنسان واتفاقات حقوق الإنسان. يجب أن نساعد الأطفال ليصبحوا أكثر تسامحا عندما يوجد زميل معهم في الفصل يختلف عنه. ولذا نحن نحاول أن نقدم وحدات تعليمية جديدة في العام الدراسي القادم تشمل قيم التطوع وقيم احترام الآخر ومبادئ ريادة الأعمال. ولكن ذكرتم شيء مهم للغاية يتعلق بالإدماج, إدماج الشباب, الشباب الذين أتوا إلى اليونان. سأعطيكم بعض الأرقام المهمة. أتى 100,000 من اليونان في خلال الأزمة الماضية التي بدأت في عام 2015 وما زالت مستمرة. 5,600 منهم من الصغار أو من القصر, وهذا أمر مهم للغاية. وعلينا أن نشير إلى الأطفال الذين يأتون إلى البلاد دون مرافقة ذويهم. ما الذي يحدث في اليونان؟ وضعنا آلية لإدماج الأطفال داخل قطاع التعليم عبر دورات تعليمية وعبر مناهج تعليمية أيضا, ونجح الأمر سيدي. 2,000 طفل يعيشون في مراكز إيواء مصممة خصيصا لهم, ونقوم برعاية المهاجرين الجدد ونحاول التصدي لموجات التدفق القادمة. وهنا سأنتقل قليلا عن السؤال الخاص بالتعليم, وأود أن أشير وأن أركز على أن تركيا لا
تتبع ولا تنفذ الاتفاقية الخاصة بمارس 2016، وكان لذلك أثر كبير في زيادة تدفقات المهاجرين الكائنة في اليونان. ولذا التدفقات ما زالت مستمرة، وعلينا أن نحتوي هذه الأزمة وأن نقدم التعليم بجودة عالية وبطريقة فعالة. لا أعلم إن كان هناك سؤال آخر عن طريقة تعاملنا مع الهجرة بشكل عام كدولة، ولكنني أود أن أشير إلى هذا الأمر خصيصا ولدي وقت محدود 5 دقائق فقط.